احنا في الاخر كده جبنا اخر، اللي عايز هو يكمل احنا كمان متضامنين معاه. وبالنسبه للناس اللي فرحانه ان البرنامج وقف وبيعتبروا ان ده انتصار، هو الحقيقه البرنامج وقف، البرنامج انتصار فعلا، بس هو انتصار للبرنامج، انتصار لينا احنا. مجهود كتير جدا اتبذل، ناس كتير تعبت، ربنا يوفقهم. واحنا بنعتبر ان وقف البرنامج في حد ذاته رساله اقوى واوضح واعلى بكتير جدا من استمراره ومن اي حاجه هتلاقيها في البرنامج. من الاخر الرساله وصلت.